معايير الدول الفقيرة ليسوا في فقر مدقع، وبمعايير الأغنياء هم محرومون ومعسرون. كم عددهم وما مدى حاجتهم؟ تلك مسألة إحصاء وأرقام تستدعي من الدراسة والتأني ما لا تتيحه أجواء ليبيا في الوقت الراهن. بالنسبة للأمم المتحدة وتعريفها لخط الفقر والفقراء، فإن في ليبيا النفط والغاز، وليبيا الأراضي الشاسعة والسواحل المنهكة لأمواج البحر الأبيض المتوسط، جيوب فقر يرى كثير من الليبيين أنها غير مبررة. لو كان الشعب الليبي يعيش في بحبوحة كما يقولون، أو مرفه أو إلى حد ما، فلن تجد أي خروج لمظاهرات مناوئة للدولة الليبية يعني، أو للعقيد القذافي. شباب في الشوارع، لا عندهم أعمال، ولا عندهم شقاق بجزكلو، ولا عندهم يعني حق الزواج. يعني شباب تحكي قدامك تعبين يعني، عارف. شباب تعب، وفلوس يعني رايحات برا، عارف يعني مليارات. ظلم يعني، عارف. والله في الله ياخذ الحق، يا ربي لا يسامحك قدام. عقود أربعة ينسب إليها كثير من التجهيل والتهميش، وتركة ثقيلة يجتهد الكبار للنهوض بها تخفيفا للعبء عن كواهل غضة لأبناء ليبيا وبناتها، علهم ينعمون بغد أفضل. حي العروبة أو لوحيشي كما يعرف شعبيا في شرق بنغازي. لسنا هنا في واحد من أحياء الصفيح كثامة وقرية الكواديك أو كامبو العجاج، ولا في واحد من الأحياء الراقية كالدولاري وطبلينو والفويهات. هنا منزلة بين المنزلتين، وصورة يرى السكان أنها غير مقبولة في بلد غني كليبيا. مطربة هي الشوارع، ومغبرة في الصيف، موحلة شتاء حين تحيلها الأمطار إلى مستنقعات حتى في قلب أرقى الأحياء. فالمباني الجميلة وقد أثمرتها جهود شخصية لقلة من الأثرياء لا تحجب الغياب الواضح للبنيات التحتية وآثار الدولة الغنية على الورق فقط كما يقول منتقدوها. لا يفيد حي السارت الفقير وجوده على بعد بضعة أمتار من حي الدولاري المترف نسبيا تماما، كما لا تفيد عبد الرزاق فتح المصراتي إقامته في كامبو العجاج على بعد خطوات من مطار بنغازي وقاعدة بنين الجوية. مرتباتنا ضعيفة، ما فيش حد مدورنا، عيشتنا تعبانة للصفر. أنا كنت عسكري في القوات المسلحة، بطلت من القوات المسلحة، رجل فيه السكر، لي 14 سنة قاعد في المسكن هضياهي، ما عنديش أي دخل إلا مرتب القوة العاملة، ناس خذونا من أعمالنا وحطونا في كادر وظيفي هيك وخلاص، لا حول لنا ولا قوة. السكن غير اللائق من منغصات الحياة، لكن المنغص الرئيسي يتمثل في انعدام الأمن وانقطاع الصلة بالأقارب في مدن تحاصر وتدك صباح مساء بينها مصراتة. اقسم بالله ما ندري عليهم ولا ايش سايفين، اقسم بالله. بيبو المهدي، الجزيرة، بنغازي.